فيديو جديد ورسمة جديدة. وفيديو النهاردة ورسمة النهاردة هيكونوا عن اليوم العالمي للغة العربية. رسمة جديدة جميلة جدا، عايز اشوف تطبيقاتكم على الانستجرام او على الفيسبوك، الروابط موجودة في صندوق الوصف. روحوا ابعتولي رسمة وما تنسوش تحطوا لايك واشتركوا في القناة. قبل ما نبدأ الفيديو، جاهزين؟ يلا بينا. رسمة جديدة وفيديو جديد، ونستغل بقى فترة توقف كاس العالم ونبدأ نكمل في الفيديوهات بتاعتنا. الرسومات العادية، رسومات المواضيع، الرسومات الجميلة اللي بنلون فيها وبنرسم بيها بطريقة بسيطة للمبتدئين وللمحترفين. زي ما انتم شايفين هنعمل رسمة النهاردة بطريقة بسيطة. هنعمل حرف الضاد، وهنبدأ نعمل حرف الضاد يكون متصل بيه كده رقم 18، لان طبعا معروف ان اليوم العالمي للغة العربية هو يوم 18/12 او 18 ديسمبر. فهنعمل الضاد تكون مرتبطة كده بحرف برقم 8 ورقم 1 بتاع 18 ديسمبر. زي ما شايفين اهو عملنا الخط بتاع الضاد، الخط الاول. لسه هنعمل طبعا خطين، وبنعمل الشكل بتاع رقم 8، بنعمل الفراغ بتاع 8 من هنا ونطلع خط كده من الضاد، من حرف الضاد، خط مستقيم بالطول، ونعمل كده زي شكل مثلث عشان نعمل رقم 1. نعمل الخط التاني ونوصل الاتنين ببعض الطريقة دي. طبعا خط التخطيط خفيف عشان ما يسيبش اثر على الورق. واللي يرسم رسمة النهاردة لازم يبعت لي الرسمة على الانستجرام او الفيسبوك، الروابط موجودة في صندوق الوصف. زي ما انتم شايفين اهو بنخطط حرف الضاد. طبعا نمشي خطوه بخطوه. زي ما قلت لكم اللي هيرسم الرسمه يروح على الانستجرام او الفيسبوك، الرابط موجوده في صندوق الوصف. حسابات باسم درغام ارت بالانجليزي، هتلاقوا الحساب بنفس شعار القناه، فهتلاقوا الموضوع بسيط. فروحوا هناك تابعوني، بنزل رسومات احترافيه واقعيه لمشاهير كتير، فتقدر تشوفوا الرسومات. وبنعمل اوردر لو عايز ترسم نفسك او ترسم شخص عزيز عليك، فتقدر تكلمني وبنعمل الرسمه بمبلغ رمزي بسيط جدا. زي ما انتم شايفين اهو بنعمل التمانية وبنعمل الواحد بتاعت الرسمة بتاعتنا، حرف الضاد و18. نكمل الرسمة. طبعا هنلون بالوان فلوماستر او الوان خشب زي ما انتم عاوزين، ولكن انا دايما في الرسومات الكرتون، سواء بقى رسومات كرتون او اعلام دول او اعلام فرق، يعني اشعارات فرق، اي حاجة مش محتاجة اخلي فيها واقعية، فبحب الون بالوان في الماستر. ولكن انت ممكن في حد ما يحبش الالوان في الماستر ويحب الالوان خشب، فما فيش اي مشكلة. زي ما انت شايفين عملنا الواحد، نزلناها تحت الضاد، ودلوقتي بعمل الفراغ بتاع حرف الضاد بالطريقة دي. زي ما انت شايفين بنحاول نظبط على قد ما نقدر الشكل، ونعمل طبعا النقطة بتاعتها على شكل كده مثلث مقلوب. كده احنا خططنا الرسمة. نخش في مرحلة التلوين. زي ما قلتلكوا تقدروا تستخدموا اي نوع الوان تحبوه. في ناس ما بتحبش تأثير الالوان الفلوماستر، فبتحب تستخدم الوان خشب، فكل واحد يختار اللي هو عايزه، سواء الوان خشب، الوان فلوماستر، الوان اكريليك، الوان جواش، اي نوع الوان تحبوه. دلوقتي جبت الالوان وبدأت الون، جبت اللون الاخضر، تقدروا تختاروا اي لون تحبوه. خلي بالكوا الموضوع ده اختياري، كل واحد يختار اللون اللي هو عايزه. انا حسيت ان الاخضر هيبقى جميل في الرسمة وهيبقى شكلها حلو اوي، فجبت اللون الاخضر. طبعا تقدروا تستخدموا بقى لون ازرق، لون بنفسجي احمر، اي لون اصفر براحتكم، كل لون اللي تحبوه، لكن انا حسيت ان الاخضر هيبقى مناسب اكتر للرسمة. فزي ما انتم شايفين اهو بعمل التلوين بتاع الرسمة، بنلون الاخضر ده كله كده، نحاول نلونه على قد ما نقدر الطريقة دي. زي ما انتم شايفين كده احنا بنلون الـ8 والواحد وحرف الضاد. زي ما قلت لكم اللي هيرسم الرسمة يبعت لي على الانستجرام او على الفيسبوك الرسمة، او ينزل الرسمة كبوست عنده ويعمل لي منشن، او ينزل الرسمة في ستوري ويعمل لي منشن، وهشوف الرسمة واقول لكم على اخطاء بسيطة تعدلوها، هتطور من رسوماتكم وهتفرق معاكم جدا جدا. في ناس لحد دلوقتي بترسم الفيديوهات اللي انا برسمها كلها، حتى مباريات كاس العالم بترسم الاعلام، وبتبعت لي وبقول لها على حاجات بسيطه تعدلها، ومستواهم بقى رهيب جدا. يعني لو تشوفوا الفرق هتلاقوا الرسومات بتاعتهم موجوده على المنتدى، وهتلاقوا في منهم
رسوماتهم موجودة على الانستجرام وعلى الفيسبوك، عشان كده لازم تعملوا فولو ليه على الانستجرام وعلى الفيسبوك، فهتلاقوا في فرق مستوى وفي تطور ملحوظ جدا. فعشان كده بقول لكم ركزوا في التعليمات وايه، حاولوا ترسموا معايا كل الرسومات اللي انا برسمها. عشان كده لازم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار كل رسمة، وتحاولوا ترسموا معايا الرسمة دي مهما كانت عشان تمرنوا ايديكوا، عشان تخلوا ايديكوا خفيفة كده في الرسم وتبقى بسيطة، وتلاقوا الرسمة بتاعكوا بتطور واحدة واحدة. زي ما شايفين بنلون الضاد وبنلون النقطة بتاعتها، ولكن احنا خلصنا دلوقتي اهو 18. زي ما قلت لكم تقدروا تختاروا اللون اللي انتوا تحبوه، مش لازم تلتزموا باللون الاخضر، اختاروا اللون اللي انتوا عايزينه. زي ما انتوا شايفين اهو دلوقتي بقى بعمل النقطة بتاعت الضاد كمان باللون الاخضر. اهو زي ما انتوا شايفين، ونعمل الواحد من تحت كده ونلون بقى الضاد كلها كده باللون الاخضر. اهم حاجة في الالوان في الماستر ان احنا نحاول ما نلونش على منطقة واحدة اكتر من مرتين، لان كل شوية اللون بيغمقها اكتر من المرة اللي قبلها، فعشان كده لازم نخلي بالنا من الموضوع ده. وبالنسبة برضو للالوان الخشب، فنحاول على قد ما نقدر في الالوان الخشب اللي هيلون بيها ان هو يبري القلم كويس جدا جدا قبل ما يلون، يعني قبل ما يلون يتأكد ان القلم مبري عشان اللون يطلع واضح وما يطلعش باهت ويطلع شكله مش حلو. فاحنا على قد ما نقدر بنخلي اللون واضح عشان يملأ مسام الورقة كلها. زي ما انتم شايفين لونا الضاد وال18 باللون الاخضر، وكده عملنا رسمة بسيطة قوي عن يوم اللغة العربية. طبعا رسمنا قبل كده رسومات عن يوم اللغة العربية، فلو الرسمة دي مش حاسس ان تنفع لك او تنفع لمستواك، فتقدر تشوف الرسومات التانية موجودة على القناة، او اكتب رسمة عن يوم اللغة العربية درغام ارت هيطلع لك الفيديوهات. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ودي كانت رسمة النهاردة. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. مستني اشوف تطبيقاتكم على الرسمة، في صندوق الوصف هتلاقوا موجود الانستجرام والفيسبوك، خشوا وبعتوا الرسومات واقول لكم لو في اخطاء، وهنشجعكم وهشير رسوماتكم. فاشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.